لك. أيضا معنا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، كل عام وحضرتك بخير. السيد الرئيس قال إن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، منها جائحة كورونا اللي كان لها تداعيات على العمل. تفضل يا دكتور. كل عام وحضراتكم بخير يا فندم ان شاء الله. يعني بدايه السيد الرئيس يمكن اكد على نقطه محوريه في كلمته، وهي ان العماله المصريه او العامل المصري هو الثروه الحقيقيه للدوله. وهذا انما يؤكد على انه يعني اي عمليه انتاجيه تتكون من اربعه عناصر. اهم عنصر من هذه العناصر هو العنصر البشري، سواء في تنميته فيما يتعلق بتعليه قدراته الصحيه أو حتى قدراته التدريبية والمهنية، وده يمكن بينصب بشكل مباشر على العملية الإنتاجية، لأنه دعم العامل سواء من الناحية الصحية، يعني الإنفاق على قطاع الصحة وتعزيز هذا القطاع، ده له علاقة بشكل مباشر في تعزيز العملية الإنتاجية داخل الدولة. وحتى العملية التعليمية أو الإنفاق على قطاع التعليم. يمكن الدولة المصرية أو منذ تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 2016 وتحقيقا لسلسلة الإشادات الدولية التي حققتها منذ العام 2018 وإشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات، كانت خير شاهد على نجاح هذا البرنامج. وكان أكبر تحدي للإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية هي جائحة كورونا التي يعني ألقت بظلالها على العالم كله. ولكن أريد أن أؤكد في هذه النقطة أنه حتى في قلب هذه الجائحة كان هناك دعم للعمالة غير المنتظمة داخل الدولة، ثبات وصمود ومرونة الاقتصاد المصري أمام هذه الجائحة كانت خير دليل على قوة ومرونة الاقتصاد المصري. يمكن حتى بعد جائحة كورونا وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان الاقتصاد المصري أيضا يعبر عن مدى صموده أمام هذه الجائحة، لأنه لم يحدث حالة من حالات التضخم الجامح كما حدث في كثير من الدول، لم يحدث أن اختفت سلعة معينة من السوق. كانت الدولة المصرية، بل على العكس، الدولة المصرية تحقق اكتفاء ذاتي في كثير من أنواع السلع، حتى فيما يتعلق بالسلعة التي تأثرت تأثرا كبيرا نظرا لاعتماد الدولة المصرية على الاستيراد سواء من روسيا أو أوكرانيا، وهو القمح. اتخذت الدولة أدواتها سواء الخاصة بالسياسة التجارية أو السياسة المالية أو النقدية، وتعزيز الـ هذا القطاع سواء من دعمه أو دعم الصادرات أو دعم منتجي القمح في هذا الصدد، لعدم إحساس المواطن المصري باختفاء هذه السلعة وصموده أمام هذه الأزمة المالية العالمية. نعم. أيضا السيد الرئيس خلال كلماته بمناسبة عيد العمال أشار أن الحكومة وجهت بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واللي بتهدف طبعا إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. يمكن واحد من أهم أركان هذه الاستراتيجية هو تهيئة الجو أو المناخ المصري القابل لجذب عملية الاستثمار. نعم. الدول أي استثمار سواء كان استثمارا محليا أو حتى استثمارا أجنبيا مباشرا، يستلزم هذا الأمر تهيئة الوضع داخل الدولة لأن يكون جاذبا للعملية الاستثمارية، لأن هناك قانون يحكم هذا الأمر، وهو أو عرف اقتصادي يقول أن رأس المال جبان ودائما ما يبحث عن المكان الذي يعظم أرباحه، وبالتالي أي مستثمر أجنبي أو محلي هو يبحث عن المكان الذي يتوافر فيه المناخ الجيد الذي يعظم من أرباحه. الدولة المصرية استطاعت سواء في الشق المالي أو الشق النقدي أو حتى البنية التحتية التي يعني غيرت من خريطة الدولة المصرية ووضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمار بشكل الذي جعلها يعني واجهة الاستثمار، أو يعني تحصل للمرة الخامسة على التوالي بأن تكون واجهة الاستثمار الأولى على مستوى القارة الإفريقية. هذا المركز اللي كانت جنوب أفريقيا تحتله لفترات طويلة، ويمكن من ينظر إلى التقارير الدولية حيجد حتى معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حصل فيها طفرة فيما يتعلق بالأرقام، وكانت واحدة من أهم الأمور اللي بتؤدي إلى دخول وعرض الدولار. هذا كل هذه الأمور التي تدعم العملية الاستثمارية تهيئ
بيئة تشغيل كاملة ومناسبة للمستثمر، حتى تأكيد السيد الرئيس على دعم القطاع الخاص في أكثر من كلمة هو واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تساعد في دعم وتشغيل العمالة المصرية. القيادة السياسية أيضا عملت على مدار السنوات الماضية على تحسين أوضاع العمال، فكان وضع حد أدنى للأجور وتفعيل دور المجلس القومي للأجور وأيضا إعادة تشكيله، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة في فترة انتشار وباء كورونا. برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة؟ ده طبعا واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تدعم، لأن العمالة هي يعني الوضع الذي يمكن أن يدعم العملية الإنتاجية، سواء لتغطية الإنتاج المحلي أو حتى ما يفيض من ذلك لدعم قطاع التصدير. هذه السياسات سواء في دعم العمالة غير المنتظمة أو حتى وضع حد أدنى للأجور واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تدعم العملية الإنتاجية داخل الدولة، وحتى يعني تغطية الاستهلاك المحلي أو حتى تنقية أو تحسين المنتج المحلي ليكون له وضع في تنافسه في الأسواق العالمية، ده واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تحافظ على استقرار سعر صرف العملة، لأنه قطاع التصدير في انتشاره بيخفض من فاتورة الواردات وبيكون أحد العوامل بتؤدي إلى دخول العملات الصعبة داخل الدولة المصرية. نعم، أيضا يعني من خلال كلمة الرئيس تحدث عن دعم أصحاب العمل وبحزمة من الإعفاءات، كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد؟ يعني ده يأتي في سياق السياسة المالية أو استخدام الدولة لأدوات السياسة المالية سواء بالقرارات الحكومية فيما يتعلق يعني بالإعفاءات الضريبية، ونظرنا آخر تعديل في قانون ضريبة القيمة المضافة يمكن حدث تخفيض لكثير من أنواع الضرائب، وحصل أيضا إعفاءات ضريبية في بعض القطاعات، ده يعني لدعم هذه القطاعات وترك مساحة كبيرة لها للعمل بالشكل الذي يمكن أن يستوعب عدد من العمالة بشكل أكبر. أيضا اتخاذ الدولة وإفتاح الدور للقطاع الخاص من خلال بعض القرارات التي اتخذ، ويمكن لو نظرنا إلى حتى الرئيس نفسه في سلسلة من اللقاءات يعني كان يؤكد على دعم القطاع الخاص وإفساح المجال لي واعتباره شريك أساسي مع الحكومة في عملية التنمية. كل هذه الأمور يعني وأيضا إنشاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دكتور. نعم. محمود، وحتى البنية التشريعية يعني واحد من أهم الأمور اللي بتدعم القطاع الخاص وتدعم العمالة. نعم. أيضا البنية التشريعية وبعض القوانين المرتبطة سواء بشكل مباشر ببيئة العمل أو بشكل غير مباشر زي قانون إفلاس الشركات، قانون الاستثمار، كل هذه الأطر التشريعية التي تحفز من وضع التشغيل داخل الدولة المصرية واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن تهيئ المناخ المناسب لزيادة التشغيل. أيضا الرئيس السيسي تحدث خلال كلماته حول ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل طبعا من خلال التدريب والتأهيل. يعني الآن أصبح تمكين المرأة واحد من أهم المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية، يعني أصبح يقارن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل، مستوى التعليم، مستوى الصحي، أيضا تمكين المرأة داخل الدولة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية يعني ينظر له في التقارير الدولية بأنه أحد المؤشرات التي تصنف بالنسبة لها دول العالم من حيث من قياس التنمية البشرية. الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في هذا الصدد سواء في الجانب السياسي، التمكين السياسي للمرأة وعدد المقاعد التي تحصل عليها سواء في المجالس النيابية أو غيره، وحتى في العملية الاقتصادية من خلال دعم المرأة، لأن كمان عندنا وفقا للتقارير المصرية المرأة المعينة نسبتها متزايدة داخل الدولة المصرية، توفير العمل لها، توفير حاضنات أعمال للمشروعات التي تبناها المرأة، كل هذه الأمور يعني واحدة من أهم الخطوات التي جعلت الدولة المصرية
تساعد في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة. أيضا أشار السيد الرئيس أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق مستقبلية جديدة. بطبيعة الحال لأن الدولة المصرية تسعى الآن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من أنواع السلاح، لأنه أصبح العالم الآن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعني التي إنجاز التعبير تعتبر بجانب الإطار السياسي هي أهم أزمة أو أصعب أزمة مالية تعرض لها العالم في خلال 100 سنة الأخيرة، وبالتالي هذا الأمر يستدعي أن تحافظ كل دولة على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي خصوصا من السلع الغذائية والزراعية. الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في هذا الأمر وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. يمكن لدينا مشروعات الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي وكل هذه المشروعات القومية التي بدأت فيها الدولة المصرية منذ فترة بتدعم عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن كمان حتى تحسين جودة المنتج المصري يكون منافسا لعملية التصدير. الحقيقة احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزيل الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.